انا طبعا لقيت امسيات وصاحبي، رحت رجعت لصاحبته لان صاحبته كان بتكلم على النص، كان ضاع منها امسيات وانا ما كنتش عارف تمنه كام، فروحت اديته لخالتي لان خالتي اللي كانت موجوده في النادي، فهي اديته لمامتي، ومامتي عرفت ان هو غالي، انا ما كنتش عارف ان هو غالي ماشي. فبعدين بقى مامتي لقيت على وسط النادي ان في واحده ضايعه منها انسيه، فهي راحت ترجعه، صاحبه الانسيه كانت كاتبه مكافاه مجزيه، فانا رفضت المكافاه تماما وخلصت. وجيت هنا النادي طبعا استاذ عبد الهادي عمل لي تكريم هنا، وانا مبسوط جدا طبعا ان انا بتصور وكل ده، وان انا قابلت الاستاذ طارق عبد الهادي الحمد لله. ليك جدا يا علي عشان انت نموذج محترم متربي ابن ناس، ما لقيت حاجة على الأرض شلتها وديتها الإدارة، وأنا سعيد بيك جدا جدا جدا. أنت مثال للولاد الصغيرين لما بيلاقوا حاجة يرجعوها لأصحابها، ما بصيتش يمين ولا شمال ولا حطيتها في جيبك، بل بالعكس رحت لمدير النادي قلت له يا عمو أنا لقيت دي موجودة مرمية على الأرض داخل النادي. فأنا بحييك جدا جدا جدا، وأنت فعلا أنا سعيد بيك، وإن شاء الله أنت وأنت لعيب كورة جميل عندنا، وان شاء الله ربنا يكرمك في الدراسه وفي اللعبه اللي انت بتحبها. وانت وعدتني ان انت تجتهد كويس جدا في الدراسه وتجتهد جدا في التدريبات، صح؟ وتحب تلعب فين؟ في اي نادي كبير، مش كده؟ ان شاء الله احنا نلبي لك الطلب ده، وان شاء الله نعمل لك اللي انت عايزه عشان انت نموذج محترم. وانا بحيي والدتك ووالدك على تربيتهم ليك، اللي هي اللي نتيجتها اللي احنا شفناها النهارده، اللي انت لقيت اسوره ألماظ لها قيمة مالية كبيرة جدا، بل بالعكس رجعتها للإدارة، وده المفروض اللي يتعامل مع أولادنا ومع يعني مثال مع أي حد بالظبط كده. هتحب تقول إيه بقى؟ قول كده يلا. بحب أقول لأي حد لقى حاجة ما يتصرفش ويروح ياخدها ويبيعها ويعمل الحاجات دي كلها، يرجعها لأصحابها، يشوف صاحبها مين ويروح يرجعها. واحنا جينا النهارده عشان نكرمك عشان انت حاجه جميله قوي قوي، انا سعيد بيك جدا. ماشي يا علي؟ ماشي يا حبيبي.